اعتدت الشرطة الإسرائيلية على متظاهرين إسرائيليين في تل أبيب، واستخدمت العنف لفض مظاهرة تطالب بعقد صفقة تبادل، وأغلق المتظاهرون الطريق وأشعلوا النيران أثناء المظاهرة التي طالبوا خلالها بإجراء انتخابات مبكرة. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الشرطة اعتقلت متظاهرين تجمعوا قرب مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقدس. ينضم إلينا من القدس مراسلنا أحمد جرادات. أهلا بك أحمد. إذن بعد مجزرة المواصي وتعليق المفاوضات، نرصد معك أبرز التحليلات والمواقف السياسية المرتبطة بالتطورات على قطاع غزة. يعني في إسرائيل لم يتم إصدار أي بيان رسمي بتعليق هذه المفاوضات، وحتى أن يعني هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر غربي بأن اللقاء أو الزيارة المرتقبة لرئيس جهاز الموساد ديفيد برنيع إلى قطر خلال الأيام المقبلة حتى اللحظة لا تزال قائمة، ولكن لم توضح هيئة البث إن كانت هذه ضمن جولة المفاوضات أم فقط للقاء الوسطاء. أيضا عن هذا المصدر نقلت هيئة البث بأنه مثل عملية الاغتيال وما جرى بالأمس في خان يونس يؤثر ويعرقل المفاوضات، وقد أيضا يزيد من مطالب الأطراف، أي بمعنى آخر ربما قد تطلب حركة حماس شروطا إضافية من أجل العودة إلى هذه المفاوضات. ولكن إسرائيل والإعلام الإسرائيلي ينقل باهتمام الأنباء التي تتحدث عن وقف المفاوضات من قبل حركة حماس، لكن في الإعلام الإسرائيلي نقلوا عن مصادر بأنهم يتوقعون أن ما جرى في خان يونس أن يؤثر على سير المفاوضات على المدى القصير، ولكن الاعتقاد لدى نتنياهو ولدى إسرائيل بأن هذه العملية ستؤثر بشكل إيجابي على المدى البعيد، تحديدا عندما يتعلق الأمر بوصول حماس إلى نقطة تضطر فيها إلى تقديم مزيد من التنازلات. هذا هو على ما يبدو رهان بنيامين نتنياهو، وهو يحاول أيضا إرسال رسائل بأنه في ضوء المفاوضات إسرائيل جاهزة للتصعيد وجاهزة لتنفيذ عمليات الاغتيال. منذ أن عاد الحديث وشهدنا هذه الجولة الجديدة إن كان في القاهرة أو في الدوحة، إسرائيل وسعت من ضرباتها في قطاع غزة، وهذا ينطبق مع منهجية بنيامين نتنياهو الذي يدير هذه المفاوضات بمفرده والقائمة على توجيه مزيد من الضرب والضغط على حركة حماس وضرب الفلسطينيين وقصفهم في داخل قطاع غزة، وحتى أننا شاهدنا في الأيام الأخيرة دعوات من الجيش الإسرائيلي لتهجير بعض المناطق بعينها إلى مناطق أخرى في محاولة لتهجير الفلسطينيين. كل هذه الأمور تأتي في سياق محاولة الضغط خلال المفاوضات، وفي إحاطة قدمها رئيس جهاز الموساد لوزراء الكابينت الإسرائيلي عندما عاد من قطر طالب بمزيد من الضغط العسكري على غزة، لأنه يعتقد أن هذه الطريقة قد تؤدي بالنهاية إلى تقديم تنازلات إضافية من حركة حماس، يعني في ظل يعني ما تدعيه إسرائيل بأن الإشارات التي وصلتها بأن حماس معنية في هذه الفترة بوقف إطلاق النار ومعنية أيضا بالتوصل إلى هذا الاتفاق، وعليه نتنياهو يصعد من تعنته في المفاوضات من جهة، وأيضا من خلال تنفيذ عمليات الاغتيال وقصف أهداف مدنية في داخل قطاع غزة. حتى اللحظة إسرائيل ليست متأكدة إن نجحت عملية الاغتيال أم لا، هي مهتمة يعني جميع الأخبار التي ترد على وسائل الإعلام العربية والأجنبية والوكالات الدولية بشأن تفاصيل الاغتيال أو تصريحات تنقل عن مسؤولين من حركة حماس بوقف المفاوضات، ولكن لا تعقيب رسمي إسرائيلي حتى اللحظة، والصمت المطبق هذا الصباح بشأن المفاوضات من جهة وبشأن أيضا عملية الاغتيال والمجزرة التي حدثت بالأمس في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة. شكرا جزيلا لك مراسل العربي أحمد جرادات، كنت معنا من القدس.